طيب معنى تفسير الميت في المنام ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا رؤية الميت بتبقى مفزعة في أحيان كتيرة، بس لو تعرفي قد إيه رؤية الميت خير كتير وبداية الحياة جديدة، ويعني أيا كان تفسيرها أو تفاصيل يعني هندخل فيها واحدة واحدة، بس هو حق، رؤية الميت حق إذا كان بيتكلم بما لا يخالف الشريعة والعادات والتقاليد والعرف فهو حق، لكن لو جه بيقولك حاجات منافية لذلك، يعني مثلا يجي للولد يقول له مثلا طلق زوجتك، يجي للبنت يقول لها ما تكلميش أختك، قطعي أختك، كل الحاجات دي ينهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى عنها الدين الإسلامي وكل الأديان، فده يعتبر يعني من أضغاث الأحلام ومن أحاديث النفس، وده شيطان على طول، حتى لو كان الراجل ده على صلاح وخير اللي هو ميت. طيب يعني كلام الميت العادي، يعني مثلا لو حد واحده شافت باباها المتوفي بيقولها مثلا خلي بالك من فلان او مش عارفه، يعني كلامه تحذير. بصي التحذيرات خدي في اعتبارك، حطيه في اعتبارك، ولكن ما يعني ما تمشيش عليه. هو كلام الميت يعني لا يؤخذ به شرع، تمام، ولا انك ان انت يعني خلاص هو مسلم به، لا، هو تحطيه ضمن يعني يستأنس به، كلامه يستأنس به، لكن مش تحطيه في حياتك كده، لان وارد الدنيا تتغير. يعني مثلا لو جه قال لها احذري مثلا من سلفتك مثلا، تمام، ده معناه ايه؟ معناه احذري، خدي حذرك، يعني معلش انا مش هروح اتخانق معاها، لان زي ما قال سيدنا ابو بكر الصديق لا يراق دم المسلمين بالرؤى، يعني ممكن رؤيه، لان احنا ما نعرفش الشخص اللي قدامنا ده هل اصلا على خير وصلاح ومهيئ ان هو يستقبل من دار الحق رسائل ربانيه ولا لا، ممكن يكون كذاب، ممكن يعني واحده عايزه تكسب بنت عند جوزها فجابت تقول كده، وارد الكذب، فلذلك يستأنس بها وليس يؤخذ بها.